عثمان يتكلم في مباراة الأهلي والزمالك على شيكابالا وهدف شيكابالا المشهور بيه، واتكلم بعد المؤتمر إن يعني ده كان خطأ من مدافعيه وإن صعب يتكرر، وكرروا تاني شيكابالا بنفس الشكل ونفس الطريقة، وفي المباراة الثالثة كان هيعملها شيكابالا للمرة الثالثة، لدرجة يعني موسيماني وقف معاه قبل اللقاء الأخير الأهلي والزمالك وقال له المرة دي صعب. نعم بالطبع فهو يعمل على المنافسين. أنت تعلم أن شيكابالا يذكرني بأريال روبن، فهو يعلم دائما ويتنبأ بما سوف يفعله المدافع، وهو بالطبع أي مدافع سوف يجد الصعوبات وسوف يعاني أمام شيكابالا، فهو يعلم كيف يهز خطوط دفاع الفريق الذي يواجهه. Quand il y a eu ces critiques et ces insultes, j'ai apprécié ça de sa part. Je veux dire, la rivalité, elle est énorme entre les deux clubs. وأنا أقدر موقف النادي الأهلي أمام ما حدث مع شيكابالا من شتائم وهجوم عليه بالطبع، فتلك هي الروح الرياضية التي يجب علينا أن نتحلى بها جميعا. هل ممكن تتكلم مع شيكابالا؟ برضو احنا كلنا الحقيقة بنرفض اي تجاوز بصفة عامة يعني، ولكن هل ممكن تتكلم مع شيكابالا ان هو يبقى فيه حالة من الهدوء في حالة حتى اعتراض الجمهور عليه، لان ده ممكن بيكون بيطلعه من تركيزه؟ بالطبع فشخص يتمتع بالنجومية مثل شيكابالا فنحن يكون دائما عليه ضغوط. أنا أقدر أيضا موقف موسيماني تجاه شيكابالا عندما قام بعض الجماهير بتوجيه السباب إليه، فقد تضامن معه وأنا أقدر ذلك كثيرا. فهناك دائما منافسة بين الناديين بالطبع، ولكن على بعض المشجعين تجنب بعض الأفعال السخيفة.